بسم الله الرحمن الرحيم، أحمده وأصلي على رسول الكريم. وبعد، نتابع دروسنا في الكفاية القرائية مع هذا العنوان: أدوات قارئ النص الأدبي. وهذا الموضوع تفاصيله النظرية في صفحة رقم 90، نتابعها معا. والصفحات التالية تطبيقات وأنشطة عليها. نبدأ بالشرح على بركة الله، تابعوا معنا ودونوا ملاحظاتكم واستفساراتكم لتراسلوني بها بعد الانتهاء من هذا السماع. أدوات قارئ النص الأدبي: الأدوات وسائل نستخدمها للتعامل مع شيء ما، والقارئ هو من ينظر في الكلام ويأخذ المعلومات والمحتوى. والنص الأدبي هو ذلك النص الذي يوظف أساليب بلاغية ويوظف جماليات متنوعة للتعبير عن الفكرة أو الشخصية أو غير ذلك مما ناقشناه سابقا. فأدوات قارئ النص الأدبي أي تلك الأدوات والمهارات التي يستخدمها القارئ عندما يقرأ نصا أدبيا مثل القصيدة والقصة والرواية والمقالة وغير ذلك من النصوص الأدبية. ما هذه الأدوات؟ أهمها أربع. نبدأ بالأولى: أداة المعرفة المعجمية، وهذا العنوان مرتبط بالمعجم اللغوي أو المعجم العربي، ذلك الكتاب الذي يبين معاني الكلمات، معاني الكلمات العربية عند العرب. وكيف تعرف أيها القارئ ما المقصود من هذه الكلمة؟ تعرف ذلك بكثرة اطلاعك وقراءتك لنصوص سابقة. هذا لا يعني أنك ستعرف جميع الكلمات الجديدة التي ستقرأها. فإذا مرت بك كلمة جديدة، ماذا تفعل؟ تذهب إلى المعجم وتبحث عن معناها، وربما تلجأ إلى طريقة أخرى إذا كنت على قدر من المهارة، وهي معرفة معنى الكلمة الجديدة أو الغريبة من سياق النص، تستنتج المعنى استنتاجا. وهناك محور آخر في المعرفة المعجمية، وهو معرفة المعاني الإيحائية، يعني التلميحات، الإشارات، الرموز التي يرمز بها الكاتب إلى أشياء غير ظاهرة. هذه تأتي بالتحليل والتفكير لمعاني هذه الكلمات في النص. هناك أمثلة قادمة إن شاء الله. إذن المحور الأول، المعرفة المعجمية، يختص بمعرفة معاني الكلمات، سواء المعاني الحقيقية أو المعاني الإيحائية. الأداة الثانية المعرفة النحوية، ويقصد بها المعرفة بقواعد النحو العربي، تعرف طريقة تركيب الكلام في اللغة العربية. فهناك الجملة الاسمية والجملة الفعلية، وتستطيع أن تستخرج عناصر كل منهما وتميز بين الأساليب، بين النداء والاستثناء والطلب، الأمر والنهي والشرط والتعجب وغير ذلك من الأساليب النحوية، تميزها وتفهمها على حقيقتها كما هي. المستوى الأعلى من ذلك يأتي في المعرفة البلاغية، عندما نتحدث عن نظم الجملة. نظم الجملة هذا مما يختص به علم النحو من الموضوعات، ولكن لماذا وضع الكاتب هذا العنوان في المعرفة البلاغية؟
وضع ذلك لأن البلاغة تتدخل في النحو إذا أصبح هناك تقديم وتأخير وتفنن في أساليب اللغة العربية. فمثلا أن تأتي بجملة اسمية وتقول الطلاب مشغولون، الطلاب مشغولون، هذه جملة اسمية عادية بدأت بالمبتدأ وجاء بعد ذلك الخبر. أو مثال أوضح من ذلك، في دعائك تقول يا ربي أعبدك، أعبدك، أعبد فعل والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا والكاف في محل نصب مفعول به، هذا في علم النحو. في البلاغة يصبح تقديم وتأخير، فنقول في سورة الفاتحة إياك نعبد، ولا نقول نعبدك، مع أن المعنى نحويا واحد، ولكن في البلاغة، في البلاغة هناك فرق كبير. إياك نعبد يعني قدمنا المفعول به، قدمنا الضمير على الفعل والفاعل، فهنا المعنى البلاغي أفاد الحصر، أنا نعبد الله ولا نعبد معه أحدا. ففي نظم الجملة إذا أصبح هناك تغيير في الترتيب للدلالة على معاني عميقة فهذا من مجال المعرفة البلاغية. وأما الموسيقى اللفظية فيقصد بها ذلك النغم أو ذلك الإيقاع الذي تشعر بأذنك عندما تستمع إلى النص، سواء في القصيدة، في الشعر، عندما تستمتع بلحن القصيدة بصوتها بكلماتها دون آلات، ذلك هو أثر العروض أو البحور العروضية التي أشرنا إليها في درس سابق. أو أن تكون في النثر بحيث تنتهي جملتان بحرف واحد. وكذلك يندرج بطبيعة الحال تحت المعرفة البلاغية الدروس البلاغية التي درسناها، سواء التشبيه أو الاستعارة أو الكناية أو الجناس أو السجع وغير ذلك من الدروس التي مررنا بها. الأداة الثالثة هذه البلاغية. الأداة الرابعة وهي الثقافة، ثقافة القارئ، من الأدوات والوسائل التي يستخدمها القارئ لتحليل النص الأدبي والتعمق فيه. فلا يستوي قارئ لا يعرف كثيرا من المعلومات عن الشعر ولا عن الشعراء ولا عن طرائق التعبير عندهم، مع طالب آخر أو قارئ آخر اطلع على النماذج السابقة وقرأ شروحات لقصائد كثيرة وميز واستمتع بهذا الأسلوب وذلك الأسلوب. فهذه الثقافة يعني أداة من الأدوات التي تفيد قارئ النص الأدبي، سواء معلومات عن التراكيب والأساليب اللفظية للأدباء أو معلومات عن الأدباء أنفسهم أو معلومات عن طريق النقد، يعني بيان قيمة النص من حيث الإيجابيات أو نقاط القوة ونقاط الضعف في ذلك النص. إذن باختصار هذه أدوات أربع يستخدمها القارئ، وإذا وظفها عند قراءته للنص فإنه يصل إلى نتائج لا يصل إليها القارئ العادي الذي لا يمتلك هذه الأدوات أو هذه المهارات. الآن نمر سريعا نستعرض الأنشطة التي تأتي بعد هذه المادة النظرية، نمر عليها ونعلق عليها سريعا، وإذا واجهتكم مشكلة تراسلونني وأرد إن شاء الله. هذا التمرين فيه يطلب ترتيب هذه الأدوات من وجهة نظرك. بعد ذلك هذا مثال على الفرق بين المعنى الحقيقي والمعنى الإيحائي. عندما تكلمنا عن الأداة الأولى وهي المعرفة
المعجمية هنا المعاني الإيحائية. هذا مثال. مثلا نأتي إلى المثال الأول، كلمة الأم. كلمة الأم معناها الحقيقي الوالدة. إذا ذهبنا إلى المعجم وبحثنا عن معنى كلمة الأم نجد بأنها الوالدة، ولكن ما التلميح الذي أو الإيحاء الذي يمكن أن يستخدمه الكاتب في نصه لهذه الكلمة؟ قد يستخدم هذه الكلمة ليقصد الحنان والعطف والطمأنينة وغير ذلك مما تمتاز به الأم الحقيقية، فقد يرمز إلى غير الأم، إلى قد يرمز إلى الوطن مثلا، قد يرمز إلى بيئة معينة بأنها الأم، أو قد يرمز إلى عالم أو شخصية معروفة بأنه الأم، لا يقول اسمه وإنما يقول الأم ويرمز إليه، وذلك بسبب الاشتراك في هذه الصفات. هذا تمرين تطبيقي على الأداة الثانية وهي المعرفة النحوية. فهنا مثلا أتى بمثال من أبرز الروابط، يعني هنا يستخرج روابط الجمل مثل الضمائر وحروف العطف والأدوات، أدوات النحوية من التوكيد والحصر. إن مقاييس تقييم الأدب، بعد ذلك إنما، السطر قبل الأخير، إنما مظاهر الأدب في صدقه وأمانته، هذا الأسلوب يفيد الحصر. فهذا تطبيق على الأداة النحوية. وهنا ربط بين الأداة الثانية، الأداة النحوية، والأداة الثالثة وهي البلاغية. فإذا أتينا إلى هذا الأسلوب وهو الاستفهام، يقول الشاعر: إن جئت يا وطني هل فيك متسع كي نستريح ويهمي فوقنا المطر؟ هذا السؤال استفهام. في النحو السؤال أو الاستفهام يفيد طلب المعلومة، ولكن هنا الشاعر لا يخاطب الوطن ليستمع إلى إجابة بنعم أو لا، وإنما يستخدم الشاعر هذا الأسلوب للتقرير. فخرج الاستفهام هنا من طلب المعلومة إلى التقرير، أي يقرر الوطن وكأنه يستنطقه ويقول له: قل لي نعم، تعال إلي، فأنا مشتاق إليك ومتسع إليك. هذا مثال. هنا يقول: يا قوم لا تتكلموا، ناموا ولا تستيقظوا. هذا الأمر والنهي، الأمر والنهي في هذه الأبيات لا يدل على طلب الفعل أو الامتناع عنه، وإنما يقصد به التحقير والازدراء: ما أنتم أيها القوم، إنكم يعني لا تفعلون شيئا، لا توجد منكم فائدة، وهكذا. فهو يعني يستحقر حالهم ويزدريهم. فهنا خرج الأمر من معناه الحقيقي وهو طلب القيام بالفعل إلى معنى مجازي وهو الاحتقار والازدراء. في هذا النص توظيف للبيئة، الثقافة. فهنا استخدم الشاعر ألفاظا مأخوذة من البيئة الصحراوية وألفاظا مأخوذة من البيئة البحرية، وهذا يدل على أن الشاعر تعامل مع البيئتين. فعندما قال الحجر، الواحات، الجزر، الشطآن، الزورق، اليم الذي هو البحر، الجمل، هذه الألفاظ بعضها يعود إلى البيئة الصحراوية وبعضها يعود إلى البيئة البحرية. تحليل مثل هذا الكلام إنما يكون للقارئ الذي يتمتع بثقافة أدبية جيدة. وهذا التمرين تطبيق على الأساليب البلاغية، وهنا مزيد من الأمثلة على هذه الدروس التي شرحناها سابقا. فمثلا الصبر بفتح الصاد يعني الجلد والتحمل، الصبر يعني أعلى الشيء
أو ناحية الشيء. فهاتين كلمتان متوافقتان في الحروف صاد باء راء، ولكن الفرق بسيط جدا، وإنما هو في الحركات، ولكن هذا الفرق غير المعنى. فتماثل الكلمتين في اللفظ واختلافهما في المعنى هو الذي يسمى الجناس. كذلك صحائف وصفائح، الصاد والحاء والألف والهمزة والفاء في الكلمتين، ولكن اختلف الترتيب فقط. فهاتين كلمتان متوافقتان في الحروف ومختلفتان في المعنى. صحائف جمع صحيفة كالورقة، والصفائح جمع صفيحة كاللوح. فالمعنى مختلف واللفظ متشابه. وكذلك في المثال التالي كلمة الضرب، الضرب والضرب اللفظان متشابهان تماما ولكن المعنى مختلف. هناك الضرب بمعنى ضد القسمة في العمليات الحسابية في الرياضيات، وهناك الضرب بمعنى الجلد. ما الفرق بين هذا المثال الضرب والمثال الأعلى صبر وصبر وصحائف وصفائح؟ الجناس في الأعلى جناس ناقص لأنه غير متطابق تماما، فهناك اختلاف إما في الحركة أو في ترتيب الحروف. وأما في المثال الثاني وهو الضرب فهنا التماثل اللفظي تام، فيسمى الجناس جناسا ناقصا. والتضاد وقلنا لكم يقصد به الطباق، هذا مصطلح الطباق الذي هو استخدام كلمة وعكسها. وأما الاستعارة فأصلها تشبيه، ولكن يحذف المشبه أو المشبه به. فأقول مثلا دخل القمر، لا أقصد القمر الذي هو في السماء أنه دخل علينا، وإنما أقصد دخل رجل كأنه قمر، فحذفت اسم الرجل وذكرت المشبه به وهو القمر. هذه استعارة، زارني القمر. وهذا تمرين يطلب ذكرى عدد من هؤلاء الأدباء والنقاد، وهذا يتبع أداة الثقافة، القارئ الذي يطلع على الشعراء والروائيين والنقاد وهؤلاء فإنه يتمتع بثقافة جيدة. هنا تمرين يتكلم عن الشعر ويفرق بين ما يسمى بالشعر العمودي والشعر الحر. الشعر العمودي هو الشعر الذي نعرفه، قصيدة أو مقطوعة فيها شطر أول وشطر ثاني، الشطر الأول على اليمين والشطر الثاني على اليسار، وهناك حرف تنتهي به جميع أبيات القصيدة وهي القافية. هذا هو الشعر المعروف الذي يسمى الشعر العمودي. طيب ما هو الشعر الحر؟ هو شعر حديث ظهر وخرج على هذه القيود المعروفة في الشعر العمودي وامتاز بخصائص خاصة لا نريد تفصيلها، يمكن لأي طالب أن يبحث عنها. هذا تمرين يقارن بين نصين يتحدثان عن موضوع واحد، والفكرة في هذا النص فكرة تعرضنا إليها سابقا، وهي الفرق بين النص الأدبي والنص العلمي. النص العلمي يصف الأشياء ويتحدث عنها بحقيقتها بأسلوب واضح، وأما النص الأدبي فإنه يعبر عن الفكرة الواحدة بأساليب كثيرة. نترك لكم الاستمتاع والتذوق بهذين النصين والمقارنة بينهما. هذا تمرين إضافي على الفنون البلاغية.
ثم هذا تمرين خاص بعلم العروض، عرضناه الأسبوع الماضي وشرحنا بشكل مبسط كيف نميز بين الشعر وغيره من خلال علم العروض. هناك ما يسمى بالتفعيلات والبحر العروضي والتقطيع العروضي وغير ذلك. هذه أمثلة على البحور الشعرية أو البحور العروضية، وهي كالنغمات أو الأوزان الخاصة بالشعر. ثم تحدثنا أيضا في الأسبوع الماضي عن عناصر القصة وعناصر المذكرات الأدبية وقارنا بينهما. أستقبل الآن أي استفسار وأعلق عليه إن شاء الله.